قال رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكمة سيدي محمد والمحامة الذي يقود الأغلبية الداعمة للرئيس إن الرئيس محمد العبد العزيز سوف يغادر السلطة مع انتهاء مأموريته الثانية. وأكد رئيس حزب الحاكم في لقاء مع نواب الأغلبية أن الرئيس القادم سيكون من الأغلبية الحاكمة في البلاد، مشيرا إلى أن الانتخابات المحلية سيتم تنظيمها في شهر إبريل القادم، بما يتم تنظيم الانتخابات البلدية والتشريعية في نهاية العام الجاري. وشدد والمحام خلال اللقاء على مواصلة وزيادة الدفاع عن سياسات النظام القائم وإنجازات الرئيس محمد ولي عبد العزيز، مشددا على أن الأشهر القادمة أشهر عمل وانتخابات تحتاج بذل مزيد من الجهود والتضحيات. في سياق